بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. موضوع توضيب بيتك او تغيير ديكوراته او تجهيزه حتى من الاول وانت داخل تتجوز بالتاكيد خد مننا كلنا رقات. اول رقه خدها مننا هي رقه الفلوس. في اللي بيقتطع من مرتبه ويعمل جمعيه عشان السجاجيد والنجف، وفي اللي فاحت نفسه شغل ليل ونهار عشان البيت واخده على المحاره ولازم له بياض وكهرباء وسباكه هتاخد الحديده والبلاطه اللي هو قاعد عليهم كلهم. وفي اللي راح استلف وكتب على نفسه وصولات امانه عشان يركب السيراميك والبانيو واللازي منه. اما الرقه الثانيه اللي خدتها مننا يعني تجهيز الشقق الزوجيه فهي رقه الوقت والمجهود واللفه في الشوارع وعلى المحلات وفي المحافظات. اشي دمياط بقى واشي درب البرابره، لا مدينه نصر، لا بيقولوا المناصره ارخص، طب ما رحناش الرويعي، طب ما اعرفش ايه، وهكذا. ده غير الخناقات مع الصنايعيه ومطارداتهم عشان يسلموا الشغل في ميعاده وعشان يسلموا الشغل اللي طلبناه منهم، لانه ساعات تطلب منه مثلا حيطه اوف وايت فيعملها لك اخضر فستقي ويقول لك ما هو اوف وايت اهو يا بيه. وكم الكلام والفصال والخناق اللي الناس بتستهلكه في توضيب بيوتها ممكن يملى 10 قنوات فضائيه ببرامجها بتكشو هاتها كلام. ده غير القايمه بقى، القايمه اللي بتتكتب والحوار اللي بياخد من اللي بيكتبوها رقات برضه، وممكن جوازات تبوظ بسببها. وابعت يا عم عربيه حمل العفش ونزله يلا من الشقه، ما عندناش بنات للجواز. ويمكن يكون في فئه من الناس، من الناس المرتاحين يعني، اللي بيوضبوا بيوتهم بالملايين وتشوف البيت تقول يا سلام ده جنه ربنا في الارض من كتر شياكته وانقته وجماله وتناسق الوانه. واول ما العريس والعروسه يدخلوه ما يكملوش مع بعض شهرين والجنه تقلب جهنم، حريقه من الخناقات والشتايم وكل الفلوس والمجهود يروح في الارض. الدنيا بتخلص على الفاضي والله، على كلام فاضي. بنهتم بتوضيب بيوتها اللي مش هنقعد فيها غير غمضة عين، ونسين البيت اللي هنعيش فيه إلى ما لا نهاية، واللي مش هيحتاج لمهندس ديكور ياخد شيء وشويات في توضيبه، ولا هيحتاج لصناعية ولا لف ولا دوران. هو محتاج بس إنك تبقى دغري وواضح ومحترم، لا تكذب ولا تسرق ولا تخدع، تحب اللي حواليك وتحب ربنا وتاكل بالحلال. يمكن يكون توضيب بيتك في الجنة أسهل وأقل مجهوداً من توضيب بيتك في الدنيا، لكن للأسف طمع بعض الناس في قصور الدنيا ونعيمها ممكن يكون هو ده التمن اللي هيدفعه عشان يتوضب له ويتجهز له بيت في النار. وصف بيوت الجنة شكلها إيه؟ البيوت اللي في الجنة شكلها إيه من جوه؟ حيطانها عاملة إزاي؟ ديكوراتها عاملة إزاي؟ ووصف بيوت النار شكلها إيه برضه وديكوراتها؟ يعني ربنا يحرمها علينا يا رب ويحرم أجسامنا عليها يا رب، شكلها عامل إزاي؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة. احنا مستمرين طبعا في المقارنة بين الجنة والنار، وجه المقارنة هو وصف بيوت الجنة ووصف بيوت النار، مع فضيلة الشيخ أشرف الفيل اللي حضرتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسألوه أي سؤال. وأفكركم بعمرة رمضان اليومية، بنكلم يوميا الفايز بالعمرة اللي بيتصل على الأرقام المبينة قدام حضرتكم على الشاشة اللي هتظهر طوال الحلقة، وتشتركوا في مسابقة الدين والحياة، ويوميا في فائز بالعمرة بنكلمه على الهواء. فاصل ونبدأ.